السلام عليكم ومرحبا بكم معايا على قناتي قناة وصفات فدوى. اليوم ان شاء الله غادي نذكروا واحد الموضوع اللي ما سبقليش وانني ذكرته على القناة ديالي، اللي هو جدول الوجبات الاسبوعي. هذا الجدول هذا اللي كيسهل علينا يعني عدة امور، هذاك التخمام في كل يوم شنو غادي نديروا الماكلة. وبهذه الطريقة هذه ديال الجدول كتنقصوا حتى يعني الضياع من الحواج اللي كتبقاو ترميو كترميو اقل. لانه قبل ما نوجدوا هذا الجدول هذا ننصحكم انكم ديروا واحد الدوره في المنزل ديالكم في البلاكار وفي الثلاجه، وتشوفوا يعني الحواج اللي عندكم في الدار، باش بهذيك الحواج اللي عندكم في الدار هما اللي غادي ديروا بهم هاد يعني هاد الوجبات ديال الاسبوع. ومن بعد نشوفوا الحواج اللي ناقصنا ونمشيو نديرهم في واحد لا ليست ونمشيو نصرفوا ونجيبوا هذاك الشيء يعني باش الحوايج ما يضيعولناش، سورتو الخضر والياغورت وهذاك الشيء اللي كيخسر في الساع. اما العلب المصبره هذوك معني معليش حتى ولا شريناهم، لان العدد ديالهم دائما كتكون بعيده بحال الذره بحال الطونه، يعني هذاك الشيء كيكون بعيد. ولكن دائما الفرماج والياغورت والفواكه والخضر يعني كيخسرونا، ما كيقعدوش بزاف 15 يوم صافي وهذيك يعني كيبقاو يصفروا. ولهذا انني ننصحكم دائما انكم يعني كديروا واحد الدوره في المنزل ديالكم عاد تمروا وديروا هذا الجدول هذا. والنصيحه الثانيه هي يعني كتاخذوا واحد الورقه واحد ستيلو وتشوفوا يعني الافراد الاسره ديالكم شنو هما الاكلات اللي كيفضلوهم. ما غاديش تمشيو ديروا لهم شي حاجه اللي يفتلي حتى واحد ما غادي ياكلها. ولهذا دائما يعني هذا الجدول الاسبوعي هذا دائما خاصكم انكم ديروا يعني على حسب الرغبات وال يعني وليكو يعني كل واحد وشنو كيبغي ياكل. هنا هذا الشيء غادي نعطيكم انا كيبقى اقتراح، يمكن لكم انكم تضيفوا وتنقصوا. وحتى انا شخصيا جامي يعني كندير واحد الجدول الاسبوعي باش يعطيني واحد الفكره بصفه عامه، ولكن ما كنقيدش راسي به دائما، لانه بعض المرات يعني ما نبغيش ناكل الحوت هذاك النهار، ما نبغيش نكون عكزانه نطيب شي حاجه يعني كبيره، كندير حاجه خفيفه كل نهار. ويعني بنادم واحد المره تكوني مريضه، يعني دائما هذا الاسبوع هذا الجدول هذا يعني كيبقى غير باش يساعدنا وصافي، ما كنتقيدوش به. والان غادي نمروا، نتمنى ان الكتابه تكون واضحه، الخط ديالي شويه ما نفهمش، ان شاء الله انكم تفهموه. هنا في الجدول هذا هنا قسمت هذه على زوج، درت هنايا الوجبات في الخانه ديال الوجبات، هنا قسمت على اربعه، درت الفطور، درت الغداء، درت الكوتي او بين الوجبات، وهنا العشاء. لان هذا الكوتي او بين الوجبات غادي يعني الاغلبيه شنو كنحضر هنايا كيبقى لي الفطور ديال الصباح الغدا ليه. وهنايا قسمت ايام الاسبوع، الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس، الجمعه، السبت والاحد. وهنايا ان شاء الله غادي نبداو بيوم الاثنين. هذا الجدول هذا انا استعملته غير الاسبوع الاول كما هو هنا مكتوب. ومن بعد ان شاء الله كل مره غادي نحاول نحط لكم واحد الجدول. هنا غادي نمروا لليوم الاول، يوم الاثنين مع الصباح ان شاء الله كنديروا الخبز مع زيت الزيتون مع الشاي او الحليب بالنسبه للاطفال او القهوه لينا. الخبز من الاحسن الا كنتو شفتوا روحكم ما ديش يعني ديروا واحد الكميه واحتفظوا به في المجمد. في الغداء درت الدجاج بالزيتون محمر يعني على الطريقه المغربيه. هنايا درت سلطه ديال الفلفله، هذيك الفلفله يعني مشويه مع صلصه الطماطم. وهنا الفاكهه، يعني الفاكهه ماشي بالضروره تقيدوا، انا عطيت لكم هنا فاكهه بصفه عامه يعني على حسب الموسم. اما الكوتي هنا غادي نحضر ان شاء الله كيكه بالشوكولاط مع عصير ديال الفواكه. هنايا عندي في العشاء غادي يكون يعني غير بيض مقلي مع السلطة بالطماطم وواحد ياغورت. يوم الثلاثاء
الكاطو اللي كنت حضرت يوم الاثنين في الكوتي هو اللي غادي نفطروا به مع الصباح، مع واحد الفاكهة او الزبيب مع الشاي او حليب. اما بالنسبة للغداء غادي تكون شوربة ديال البازيلا، يعني البصارة، مع البرتقال بالقرفة. البرتقال اللي كنحضروه دائما اللي كيكون مقطع دوائر بالقرفة. هنايا بريوش مع الشاي المغربي. هنا عندي غادي ندير غير معكرونة، يعني مكرونية بالفرماج عادية مع بيض مسلوق. وهنايا السلطة، هذيك السلطة العادية ديال الخس. في الأربعاء غادي ندير البريوش اللي كان بقالي بالكوت ديال نهار الثلاث، مع الفواكه يعني على حسب الاختيار، واحد شوية ديال التفاح ولا مع الشاي أو الحليب. هنا يعني نهار الغداء ديال الأربعاء، شويه ديال اللحم مقطع مع البصله مقلي بالشرموله المغربيه، شويه ديال الفريت بطاطس مقليه، وشويه واحد الفلون تاع لي ساشي وصافي. في العشيه نهار الاربعاء دائما ولادي من ما كيقراوش الاربعاء العشيه كنديروا دي كريب مع سلطه الفواكه. في العشاء شو يعني لا سوب ديال لا سيتروي، شوربه القرع الاحمر، والبريوات مالحين بالبطاطس والتونه وواحد دانون. يوم الخميس هنايا عندي خبز مع الزبده او العسل او زيت الزيتون، داكشي كيبقى يعني نتوما شنو كتبغيو مع الصباح، شاي او حليب. وفي الغداء ان شاء الله كاين طاجين بالخضره، يعني الطاجين المغربي المرقه ديالنا العاديه مع السلطه. وفي العشيه المسمن مع اتاي. وفي العشاء يعني معكرونه بالذره والتونه، سلطه كومبوزي يعني هذيك سهله، كلشي كيتخلط مع المايونيز مع واحد الياغورت. في الجمعه كذلك غادي ندير المسمن اللي كان بقالي من الخميس مع الشاي او الحليب. انا نهار الجمعه ما كنديرش الكسكس لانه كلشي يعني ما كنكونوش مجموعين، كنفضل كناكلوه نهار السبت مع العائله كاملين. نعود هنايا نهار الجمعه مع الغداء كاين سمك في الفرن مع الارز، طاجين المغربي العادي، وهنايا فواكه على حسب الاختيار. في الكوتي كاين كيكه بالتفاح مع العصير ديال الحامض. وفي العشاء كاين معكرونه بصلصه طماطم وموس ديال الشوكولات. يوم السبت والاحد كنحاول ما امكن يعني على حسب المستطاع كندير لهم واحد الفطور اللي كيكون يعني متنوع، كل مره يكون مبغانش يعني هكا باش يبدلو شويه. يوم السبت غادي ندير ان شاء الله البغرير مع الكرواسون مع عصير البرتقال، بيض مقلي والشاي. اما في الغداء غادي نديرو غير الكغاطان مع السلطة. وفي العشيه ان شاء الله كاين سفنج مع الشاي المغربي. وفي العشيه كسكس مع المهلبيه. يوم الاحد ان شاء الله بانكيك، موز، عصير البرتقال وشاي. وفي الغداء ان شاء الله غادي نديرو همبرجر، يعني كنصايبها في الدار مع بطاطس مقليه مع العصير. وفي العشيه ان شاء الله نديرو بريوش بحبيبات الشوكولات. ان شاء الله واحد النهار غادي نشارك معكم الوصفه ديالو حيت كيجيو زوينين بزاف هاد البريوش. والبطاطس مسلوقه في العشاء مع الفاكهه وواحد الياغورت. وصافي هذا هو يعني الجدول الاسبوعي ديال الاكل، نتمنى انه يعني يكون نال الاعجاب ديالكم ويكون سهل. وكما سبق لي وذكرت يعني هاد انا عطيتكم يعني بصفه عامه، نتوما يعني كيبقى لكم الاختيار وتبدلوا الحوايج اللي ما كياكلوهمش، بحال ما كياكلوش الرز هنايا ديروا معها البطاطس، او ما كياكلوش السمك ديروا معهم يعني ديروا في بلاصتها دجاج. هنا ما كياكلوش اللحم مقطع، ممكن ندير لكم كريات ديال الكفته مع الطماطم،
كيبقى لكم نتوما كل مره شنو يعني تبدلوا على حسب الرغبات ديال العائله ديالكم، يعني كل واحد وكيعرف العائله ديالو احسن من اي واحد اخر. وصافي هذا هو الجدول ديالنا، نتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم. واللي بغى هذا الجدول هذا مكتوب راه عندي في البلوغ ديالي، غادي نترك الرابط ديالو في صندوق الوصف اللي بغى يشوفو يعني مكتوب. وصافي وانا نضرب لكم ان شاء الله موعد في وصفات اخرى وفي افكار اخرى ان شاء الله. الى اللقاء.